كلنا بنفتخر بحالنا إذا كان عندنا سيرة ذاتية ناجحة، بس على شرط نعرف نستغلها بالمكان المناسب يلي بقدر أهميتها. Interns Me فكرة بتساعد على تأمين الخبرة اللازمة بالإضافة للعلم والشهادة بهدف تحضير الجيل الجديد ليخوض معركة الحياة العملية بفعالية أكبر. عرفنا أكثر عن حالك. Well, I grew up here in Dubai. I was part of a very entrepreneurial household. My parents have always operated their own businesses or performed in managerial and leadership capacities. So I grew up in an environment that encouraged me to start thinking about starting my own business one day. And when I was coming back to the UAE after studying in the UK, I wanted to do something here that could help young people and also help businesses. جامشال، شو الفكرة الأساسية وراء تأسيس شركة؟ Well, here in the Middle East, we have the highest youth unemployment rate in the world. And if you speak to students and graduates, it's very hard for them to get their career started. On the other hand, for businesses, there's also a challenge facing them in finding and connecting with talented students and graduates. So we wanted to build a marketplace that would do that connection and solve the problem for both sides. هل Interns Me كانت نتيجة تجربة شخصية أنت عشتها أو مجرد فكرة؟ Well, being a relatively young professional myself, I can absolutely relate to the challenges that are facing young people. I faced challenges myself when I was trying to get internships in my early 20s. I'd like to hand you over to our team member Yumna, who will take you through our platform and let you know a little bit more about how we're different than other websites. Thank you. عارفينا أكثر عن حالك. أنا اسمي يمنى أحمد، اشتغلت مع Interns Me كبارت من السكسس تيم. أنا بشتغل سكسس إكزيكتيف. إذا بدنا نحكي عن قصص اللي بتميز موقعكم الإلكتروني عن غيره من مواقع يمكن تكون شبيهة له، شو فينا نقول؟ إحنا الويب سايت internsme.com مؤسس أساساً للشباب، فبيبقى تراوح الأعمار ما بين 17 حتى 25. وانتو كيف تتأكدوا من صحة المعلومات المذكورة من كل مشترك؟ هل بصير في تدقيق بالموضوع؟ احنا بالنسبة لنا دايما بندي بيبقى فيه لمسة شخصية، ان احنا بنبص على كل البروفايل، بنتأكد من المعلومات، وبعدين نكلمهم في التليفون ان احنا نتعرف عليهم اكتر، نشوف الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتهم، الوظائف اللي بيدوروا عليها، ولو في اي طريقة ان احنا ممكن نساعدهم بيها on the spot بنعمل الموضوع ده. طب يمنى، شو أكتر التحديات اللي واجهتكم بمسيرتكم؟ التحديات الأكبر هي تقديم فكرة التدريب بالنسبة للشركات الكبيرة، especially لو شركات معينتش قبل كده متدربين. فكرة إن هم يقبلوا شاب حديث التخرج أو حد لسه بيدرس، بنقدم لهم فكرة زي ما بيتقال fresh mind. كإنترنز مي كيف بتستفيدوا، وهل في رسوم لازم يدفعها المشترك؟ احنا بالنسبه لنا الرسوم بتيجي على الشركات اللي بتيجي على بلانز مختلفه، طبعا اعتمادا على متطلباتهم، لكن بالنسبه للمشترك هي فري اوف تشارج، ما فيش اي رسوم، لان احنا زي ما قلت اساسنا كله مساعدتهم هم ان هم يلاقوا وظيفه. هل في تقنيه موجوده عندكم على الموقع لتسويق السيره الذاتيه، ام انتم بتكتفوا بس بعرضها؟ بيبقى في نسبه ريتنج، فكل ما انت بيبقى في معلومات اكتر، في الفيديو ريزومي، الصوره واضحه، بتاخد ريتنج اعلى، فبالتالي بالنسبه للشركات بيشوفوا البروفايلز دي في اول صفحات. مشترك اذا بده يفوت على الموقع يعمل يشترك على الموقع، شو الخطوات كثير سهلة. في two options: Facebook، إن هم عن طريق ال Facebook account أو ال LinkedIn account، أو إن هم ممكن ي create profile من الأول، يحط الاسم، رقم التليفون، ال email address وال password. Okay. So أول حاجة ال profile بيبتدي ب 5%. كل ما بتزيد ال information كل ما ال percentage bar دي بتزيد. الاكتيفيتيز دي برضو مهمة، في ناس كتير جدا مش بتعير لها اهتمام، بس دي مهمة. الهوبيز اند سبورتس، it shows that this person is outgoing, so it's important to mention it. يعني اكشلي كل القصص هون موجودة بتساعد لحتى الشخص يعرف اكتر عن حاله. So لازم نتبع الخطوات دي عشان نقدر نوصل في الاخر ان احنا نحط بروفايل بيكتشر، وان احنا نحط فيديو. الفيديو هو فيديو تعريفي عن الشخص. تعريفي عن الشخص بالظبط. وزي ما انت شايفه واخد نسبه كبيره، ان هو 20%
دلوقتي لو انا عايزه ادور ابتدي ادور على شغل بدوس على سيرش جوبز، او لو في شركه معينه انا بدور في وظيفه فيها ببتدي ادور بدوس عليها اذا كانت موجوده على الويب سايت. بالظبط. فبتبقى كل حاجه بتبقى سهله وواضحه، وبعد ما تستخدم الفلتر هيطلع له الاوبشنز قدامه ان هو يبتدي يختار. يمنى، هل في زاوية معينة أو مخصصة على الموقع للشركات لحتى يعرضوا الوظائف الشاغرة عندهم؟ الموقع مخصص للشركات والمشتركين، المشتركين يقدروا يشوفوا كل الوظائف المعلونة والشركات هتشوف كل المشتركين. وين بتشوفوا Interns Me بالمستقبل القريب، أو خلينا نقول بعد 5 سنين أو 10 سنين من اليوم؟ Interns Me كل سنة بتكبر، هدفنا في السنين المقبلة إن إحنا بعد الإمارات نتوسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كInterns Me شو بتنصحوا الأشخاص اللي حابين يبدأوا بفكرة جديدة أو مشروعنا الخاص؟ دايماً إحنا نصيحة بالنسبة لنا اللي هو عدم التسرع. الخبرة مهمة جدا، بس أحسن حاجة دايما البداية إن هما يبتدوا بتدريب. Interns Me بلشت من دبي، شو السبب؟ أساس الفكرة طلعت من دبي، أساس الفكرة كانت من جون ميشيل. إحنا بنعتبر دبي هي بيت Interns Me. كيف توصفوا نجاحكم اليوم؟ إحنا دلوقتي ما فيش مقياس للنجاح، إحنا هدفنا كان تعيين مئات، دلوقتي هدفنا تعيين آلاف. يمنى، شو أكتر أسس النجاح اللي أثرت فيكم؟ خلال العوامل اللي فاتت بعض المشتركين اللي هم اتعينوا كمتدربين ودلوقتي بيشتغلوا فول تايم، ان هم يتواصلوا معنا بعديها بكام سنه يكلمونا ان هم دلوقتي اترقوا وبقوا في مانجيريال بوزيشن، وان هم بيحاولوا يعينوا انترنز للتيم بتاعهم. شكرا لك يمنى على وقتك، ويعطيك العافيه. شكرا لك. شهاداتنا العلمية بتفقد أهميتها إذا ما لقينا الوظيفة المناسبة اللي بتترجم أهمية إنجازاتنا العلمية. Interns Me موقع بيتابع تطور السيرة الذاتية وبيساعدنا على توظيفها بأحسن المراكز. مع كل الهموم يلي بتواجهنا يومياً، من تحضير الأكل لتنظيف البيت وغيرها، بيجي هم غسيل التياب تزيد على همومنا هم أكبر. ووشمان شركة بتأمن فريق عمل متكامل مهمته ياخد الملابس من البيت وإعادتها نظيفة وجاهزة إلى مكانك بطريقة محترفة. هاي جاد، كيفك؟ الحمد لله، كيف كنت؟ الحمد لله. جاد، عرفني شوي أكثر عن حالك، وإذا لك زمان بالإمارات أو عن جديد نقلت. اسمي جاد حلاوي، عمري 29 سنة. قبل ما أجي على الإمارات كنت عم بشتغل بكندا كمهندس بترول. من 3 سنين نقلت على دبي وأسست شركة واشمان مع رفيقي وشريكي هلأ رامي. أنا بكندا كنت أخذ عطلة، بدي أقول لرفيقي بفكرة مجنونة، بقول لي بدي أعمل غسيل على أب. بعد أسبوعين تركت شغلي وجيت على دبي. يعني شو كانت الفكرة الأساسية وراء تأسيس الشركة؟ شيء قطعتوا فيه أنتوا أثر فيكم كتجربة شخصية أم مجرد فكرة بزنس؟ يعني الاثنين الصراحة. بلشت بإكسبيرينس رامي كان بيشتغل بالبانكينج قبل هيك، وكان الدراي كليننج واللوندري اللي له كل أسبوع مصيبة، بما أنه بيلبس 5 قمصان كل أسبوع وثلاث أربع بدلات، وما كان عنده وقت يبعت غسيلاته لحدا، وما كان قادر هو يهتم فيهم. إيه، هو يهتم فيهم. بعد ما ترك شغله هو راح اشتغل بأوبر، وخطرت على باله بعد سنة بأوبر إنه في يشغل اللوندري على تطبيق كمان. جد، هل مهمتكم محصورة بس بالبيوت أم ممكن تتوسع على الشرك خلينا نقول أو الأوتيلات؟ هلا بعدنا يعني خدمتنا محصوره للبيوت. براينا بعد في عنا كثير شغل تنعمله من ناحيه زبائننا،
كنا اول ما بلشنا بشيء اسمه بس يعني واشينج اند دراي كليننج مثل الكل. هلا مبدئيا نهتم بالسجاد، حنبلش بالستارات وناويين نبلش بالصبابيط تقريبا بعد شيء 6 اشهر. جاد كيف يشتغل تطبيق واشمان، خاصة انه انا شايف في تو اوبشنز، الكلاسيك اوردر وانستا اوردر. اوكي، فبعد ما تعملي ساين اب بتوصل لهالصفحة. الكلاسيك اوردر بيسمح لك تنقي 30 دقيقة نجي لعندك فيها، فمثلا هون نعمل سيت بيك اب تايم وبنقي بتنقي اذا حتكوني بالبيت ولا حتتركي الكيس على بابك. شفتي هون عندنا شيء اسمه هابي اور. ايه هابي اور بنرخص اسعارنا لانه حنكون عندك بالمنطقه قبل، فبنعطي 5 درهم اوف على البيك اب و5 درهم اوف على الدليفري اذا لقيتي هابي اور كمان على الدليفري. كثير حلوه الفكره. لما اجيت ادفع عندي 2 اوبشنز، يا اما ابل باي او كريدت كارد وديبت كارد. ما عندنا كاش، ما في كاش اون دليفري. مزبوط، ما في كاش اون دليفري حاليا. الانستا اوردر بيعطيكي فلكسبيليتي اكثر واسعاره ارخص لانه عم تعطونا فلكسبيليتي. ف اول ما تطلبي الانستا اوردر السواق بيكون عندك خلال 90 دقيقه، فما بتنقي 30 دقيقه، بتسمحي لنا ب 90 دقيقه تنجل عندك. والدليفري بيكون يا اما قبل 8 يا اما بعد 8، مش مثل الاوبشن الكلاسيك اللي بيسمح لك ب 30 دقيقه معينه. اوكي. هون مثلا بدي اعمل طلبيه، بكل بساطه بنقي 2 داي دليفري اما النكست داي دليفري. اول ما نقي النكست داي دليفري بيقولوا حيكون في 50% اكثر، نحط بروسيد وبنعمل سميت اوردر. اول ما يعملوا طلبيه الزباين بيجي السواق بلمها بكياس مثل اللي بتشوفيها هون. بيوصل السواق تقريبا الساعه 11 بالليل وبنحط كل الكياس على الراكس هون. اوكي. اول ما يبلشوا الشغل الشباب بالسورتنج بنفوتهم بنفرزهم بهالاوضه اللي هون. مثل ما شفت قبل كنا مفرزينهم بالتو باكيتس. الفاتح بينغسل بمكنه مثل ما شايفه على الشمال، والغامق بينغسل مكنه ثانيه مثل ما شايفه هون على اليمين. اوكي. اول ما يحضروا الثياب بيطلعوا من الدراي من النشافة بينحطوا فوق، والشاب اللي عم يعمل فودينج بيستعد يعمل فودينج. حلو كثير. فهون عنا اكزامبل عن قطعة مطوية ومعلقة. بنطبع لكل قطعة بتتنشف لحالها بالمكنة الكبيرة باركود، وعلى الباركود في عنا كمان الاوردر اي دي اللي بيعبر عن لمين هي هالقطعة. يعني هيك ما بتضيع لأي زبون هيدي القطعة، أي زبون طلبها. بيجي السواق بيقرا الديسباتش شيت وبياخذ الطلبيه وبعيد نفس الشيء لكل الطلبيات اللي عنده اياها. لما يلمون كلهم بحطهم بكيس واشمن وبيطلعوا من الباب لهونيك. اوكي. خلال تاسيسكم لشركتكم شو اكثر التحديات اللي قطعتوا فيها ام اكثر الاوقات الصعبه؟ بفتكر اكبر تحدي كان انه نقنع الزباين انه يغيروا شركه غسيل من شركتي اللي معودين عليها، لانه اللوندري بدها ثقه، وكان لازم نقنع نقنع زبايننا ونقنع كثير عالم تيستعملونا وتيوثقوا فينا. من بعد هيدا المصاعب والتعب وصلتوا لليوم، وين بتشوفوا الشركه بعد سنه، بعد 5 سنين او بعد 10 سنين؟ فاول هدف من هلا لسنه انه نوسع واشمن قد ما فينا بالامارات، بدبي، بابو ظبي. بدنا نوصل الواشمن فود لكل بيت. هدفي اول هدف انه بعد سنه ولا بعد 5 سنين نبدل مكنة الغسيل بالبيت. طب شو كان السبب وراء انه اخترتوا دبي لتبلشوا منها الشركة؟ يعني الكولتشر تبع الغسيل، الدراي كلين، الاوت سورسينج للغسيل كان موجود، فما كنا حنروح على بلد ثاني ونعلمهم هالعادات. هون العالم كان لها قبلية وشهية لهالسيرفيس. انت وشريكك كان عندكم فكره ومن وراء هيدي الفكره اسستوا الشركه، فهلا في اشخاص كثير عندهم افكار بس بعد ما بلشوا، شو بتقدر تنصحهم؟ الواحد لازم يكون واثق بنفسه، اول ما ياخذ قرار لازم يحط خطه وينفذ هالخطه، ويكون واعي على انه مش كل يوم هين، في ايام اصعب من غيرها، وبعد ما يتخذ القرار ما في يرجع لورا، ما في يندم على القرار اللي اخذه. طبعا لازم يصابر. جاد كيف توصف نجاحك اليوم؟ ما بحس حالي بعد نجحت، عندي كثير بعد قدام. شو أكثر الأوقات الحلوة اللي ما بتقدر تنسيها اللي قطعتوا فيها؟ أحلى يوم قضيته بواشمن هو يوم طلعنا مع الفريق كله، سواقين، كاستمر سيرفيس، ماركتينج، أكاونتينج، وأنا ورامي طلعنا تعشينا سوا، عملنا إفطار يعني. وبآخر الإفطار كل السواقين إجوا بدهم يصوروا معي أنا ورامي، وشفنا ابتساماتهم
يعني كان اول يوم عن جد قدرت فيه انه الامباكت اللي عم نعمله بحياه فريقنا التيم كله. جاد ثانك يو على وقتك وان شاء الله من تقدم لتقدم. شكرا ممنونك. ما نستهوين بنظافة تيابنا وترتيبها، لازم نحافظ دايماً على حسن المنظر إلنا ولملابسنا. ووشمان فكرة هدفها توفر علينا وقت وهم غسيل الملابس بطريقة سليمة. مع كل مناسبة خاصة منحتفل فيها أو بيعزمون عليها نوقف محتارين شو بدنا نهدي صاحب العيد، العريس أو العروس. ماي ليست فكرة ذكية بتشمل عدد كبير من المحلات التجارية وبتسمح لصاحب العيد أو الفرح بإدراج لائحة من اللوازم يلي ممكن تكون هدية مناسبة لإله من هالمحلات. هاي جولي، كيفك؟ منيحة وانت؟ منيحة. Welcome. Thank you. So this is where we have our company, our offices, and we are a team of 15 people. جولي عرفينا أكثر عن حالك. My name is Julie Leblanc and I'm French, as you can guess. I came to Dubai 7 years ago. I was having only one child and we live in Dubai with my husband. I created my list in 2012. شو كانت الفكرة الأساسية وراء تأسيس الشركة؟ So when I was in Paris, I used to be a finance lawyer. So starting a tech company and starting a website was really a new idea. It came from two things. The first, that a personal reason, I couldn't find the right gift for my newborn. And I thought that having a wish list online, you know, with many retailers would be a great idea. And the second thing, it was purely a business idea because something was missing. E-commerce was at the beginning, retailers were looking to have a pure digital transformation, and we were a time that people were really keen to listen to new ideas. وكيف بيشتغل الموقع موقع ماي ليست؟ I will introduce you with Haba, our gift advisor, because she will be the perfect person to show you how it works. Habab, كيف بيشتغل الموقع؟ بكل بساطة بيدخل الشخص على الموقع ويكون قائمة هدايا. هالشي ممكن يعمله من انه يدخل على الويب سايت ويختار من كل المحلات المشاركة خدمة او غرض هو حاب يضيفه للقائمة. هاي قائمة المحلات المشاركة اللي عندنا. ممكن انت بكل بساطة تختاري مثلا بدك اشياء للبيت، فهو بيصفي لك المحلات المشاركة عندنا حسب شو بتقدم هي للبيت. اوكي. فهنا ممكن تشوفي بين لك الخيارات الالكترونيات، خيارات الاساس او كمان خيارات مثلا سجاد او شيء، يعني كل اللي بتحتاجي. حباب اذا انا حابه اختار، اذا في براسي شيء معين هديه انا حابه اهديها، بقدر انا اكتب الكلمه المعينه المخصصه اللي بدي اياها بدل ما اروح اعمل فايند ستور؟ اكيد نحن اوريدي مسهلين هالعمليه لكل الناس، عاملين كاتيجوريز معينه وتحتها متفرعه كمان هالكاتيجوريز بتسهل عمليه ايجاد او البحث عن منتج معين. أوكي. فمثل ما قلتي مثلا بدك تشوفي تبعت البيبيز، بكل بساطه بتدخلي على بيبيز وبتظهر لك كل المنتجات اللي تحت هالشيء. اوكي. اذا كمان بدك اكثر مور سبيسيفيك اكزاكتلي، ممكن تضغطي مثلا على ثياب الاولاد الصغار. اوكي. بتظهر لك كل الثياب او كل الاحتياجات الطفل الصغير. وكمان حبيت اشرح لك خدمه بطاقات الهدايا او الماي ليست جيفت كارد. فسواء زي ما قلت لك انت حابه تهدي حد ساكن بدبي وانت في بلد ثانيه او برضه ساكنين في دبي، ممكن بكل بساطه يشتروا الجيفت كارد من خلال الموقع، وهذا الشيء بيعطي للحد اللي حينهدي
هدية الاختيار، فهو مثلا يمكن انت حابة تشتري له شيء بس هو يمكن ما يعجبه في الحقيقة، فانت لما تعطيه الجيفت كارد بيكون عنده خيارات متعددة، ممكن يروح لأي من محلاتنا المشاركة ويختار اللي هو بده اياها من المحل وبيجي اللي هو عايزه حسب المبلغ اللي بعتوا لي اياه بالجيفت كارد. بالضبط، والجيفت كاردز عندنا ما عندها قيمه معينه، انت ممكن تحطي القيمه اللي انت حباها. ران، مثل ما بتشوفي هاي واحده من قائمات الهدايا، هاي مخصصه لممكن اقول مناسبه الزواج، فبتشوفي انه هاي العميله هي اوريدي مختاره كل الاغراض اللي هي حابه تجيها كهدايا. وإذا نزلنا في القائمة نفسها بنشوف كل الخيارات وبنشوف هي ضايفة أغراض من كاتيجوريز مختلفة، سواء كانت للتزيين أو سواء مثلاً إلكترونيات. أوكي. وإذا نزلنا بتحت بتشوفي إنه الغرض اللي أوريدي تم اشتراؤه ما بيقدر نشتريه مرة تانية، بيكون ظاهر عليه إنه هو أوريدي purchased، وفي هذا الشيء بوفر مثلاً إنه تجيكي نفس الشيء مرتين أو شيء معين. إذا أنا نهدالي هدية بقدر أعرف مين هداني إياها، اسم الشخص؟ بالتأكيد، عندنا في الموقع Gift Tracker من خلاله ممكن تشوفي كل الهدايا اللي إجتك ومن وين إجتك ومين الشخص اللي هدالك إياها، وهذا الشيء بيكون حلو كتير بالنسبة للمالك الليست لأنه ممكن من خلال هالشيء يشكر الشخص الهدى. حلو، وين معقول نشوف ماي ليست بعد سنة، بعد 5 سنين، أو حتى بعد 10 سنين من اليوم؟ نحن ابتدت فكرة شركتنا خلال تقديم خدمات للأفراد فقط، ولكن نمينا هالشي وصلنا نقدم خدمات لشركات كبيرة في داخل الإمارات وفي كل أنحاء العالم. حباب، شو فيك تنصح الأشخاص اللي عندهم فكرة يبلشوا مشروعهم الخاص أو عملهم الخاص بس بعدهم شوي مترددين؟ أنا أكيد بنصح أي شخص إنه يحاول يحقق أحلامه مهما كان عنده عوائق أو أسباب شخصية تمنع من هالشي. كل شيء ممكن يتوازن مع الحياة العملية، وإذا الشخص فعلاً مراده إنه يحقق هالحلم أكيد ما في شيء ممكن يمنعه. حباب، دبي هدف كتير مهم لهيك فكرة، شو السبب برأيك؟ أنت ما بتعرفي إنه نحن عايشين في بلد عبارة عن خليط اجتماعي من خلال الجنسيات ومن خلال الشخصيات المختلفة وثقافات مختلفة، وهالشيء جميل لأنه ممكن أي حد يطرح فيه أي فكرة ويتقبلها عدد كبير من الناس، سواء كانوا متعودين عليها في بلدهم أو إنه تكون فكرة جديدة وهم يستقبلوها بشكل يعني حماسي. يعني نحن بنحب التطور وبنحب يكون في أفكار جديدة نتبناها ونستخدمها في حياتنا اليومية. أكيد قطعتوا بكتير قصص نجاح خلال هيدي الفترة، بس أيها أكتر شيء أثرت فيكن؟ استقبال الناس لهالفكرة الجديدة. نحن عم نجيب شيء مو كان مقبول في هالمجتمع بس هو شيء محتاجينه بالتأكيد، فنحن قبول الناس لهالفكرة ونشوف كل يوم عدد الناس اللي بتعمل قائمات في الموقع والشركات اللي بتطلب مننا انه نحن نقدم لهم خدماتنا لموظفيهم او لعملائهم، شيء جدا بفرحنا لانه نحن بنقدم خدمة صارت مثل شيء اساسي لازم اي فرد او اي شركة تتبنى. هالشيء نحن كثير فخورين فيه وبالتأكيد رح نستمر فيه. شكرا لك حباب. شكرا لك رانا. من طفولتنا حتى نكبر، الهدية لها وقع وتأثير كبير على قلبنا، خاصة إذا حصلنا على الهدية المناسبة. ماي ليست بتفتح مجال أكبر وأوسع لاختيار الأفضل من الهدايا المفضلة لكل مناسبة من دون هم البحث وتضييع الوقت. ما في أغلى من الصحة وما في أشهى من الأكل وما في أضعف من إرادتنا على السيطرة على شهيتنا أثناء الأكل، لهيك الأكل الصحي بيسعى له كتار للمحافظة على الصحة السليمة. Eat Clean مثل ما اسمه بيدل عليه، فكرة بتساعدنا على اختيارنا الأكل المناسب للمحافظة على صحتنا بأفضل طريقة ممكنة.
لو تعرفنا عن حالك. اسمي باسل الدبس، انا وشريكتي ألسي عزام بلشنا شركه ايت كلين ام اي. كل السنين الخبره اللي جمعناها بشغلنا اكيد خلتنا نحس انه هيدا الوقت المناسب نبلش شركتنا لنا. هل مشروع ايت كلين كان نتيجه تجربه شخصيه لك ولألسي ام انه مجرد فكره؟ هلا اكيد من خبرتنا بالمكتب، كنا دائما نقعد بالمكتب ونحس انه بس الناس بدهم يطلبوا اكل دائما بيقولوا بليز اطلبوا اكل منيح لنا وصحي اكيد. فطلعنا بفكره انه ليه ما نبلش مطعم صحي اول شيء. فبلشنا نعمل نبرم بدبي ولقينا انه في كتير مطاعم صحيه موجوده حاليا ونحن ما كنا عارفين عنهم. فقررنا انه ليه ما نبلش ويب سايت وابلكيشن تجمع كل هول المطاعم بمحل واحد وتسهل للشخص انه يلاقي الاكل الصحي. لكن بس شو كان الدافع الرئيسي للبدء بهذا المشروع او لتاسيس الشركه؟ لإلي ولألسي من وقت ما بلشنا شغل حسينا انه الهدف الاساسي هو انه نفتح شركتنا لنا. وبنفس الوقت لاحظنا انه في طلب بالماركت لأكل صحي وما كان في أبليكيشن أو ويب سايت موجود بيجمع جميع المطاعم الصحية أو كل شيء صحي بدبي. فاستغلينا الفرصة إنه نفتح شركة بتفيد الناس وبنفس الوقت نحن نستفيد منها. شو بيميز إيت كلين عن غيرها من التطبيقات اللي موجودة اللي تقريبا عندها نفس الهدف؟ إيت كلين هي خاصة بالأكل الصحي وموجودة عنا على الويب سايت والأبليكيشن سيرتش، فيهم الناس يدوروا دغري على احتياجاتهم الصحية. فمثلاً إذا شخص عم بيدور على أكل هاي بروتين، لو كالوري، لو كارب أو فيجيتيريان، فيه حتى بالسيرتش ودغري بتطلع له شو هن الأطباق اللي بتكون ضمن الاحتياجات الصحية تبعهم. هلا على الابلكيشن وعلى الويب سايت انتم قاصدين تحطوا صور بعاليه الجوده وبشكل احترافي لحتى تشدوا العالم اكثر؟ اكيد. هلا مثل ما قلت لك انه الناس بحسوا انه الاكل الصحي هو بزهق او مش طيب، فمنجرب نجذبهم بالصور. كمان انا وشريكتي ألسي منروح شخصيا على المطاعم، منجرب ناخذ الصور المناسبه واللي نحن منحس بتجذبنا. هلا انت مثل ما قلت لي انه عم تعرضوا الاطباق الصحيه للعالم، فهل عندكم الفريق المتخصص لحتى يتاكد وياكد للعالم انه عن جد هدول الاطباق صحيه لمصداقيه الموضوع؟ اكيد. فبنشتغل مع نيوتريشنستس اللي بيتاكدوا انه كل الاطباق الموجوده على الويب سايت هن صحيه. بيروحوا على المطعم نفسه وبيتاكدوا انه كل الاطباق معموله بطريقه معينه. يعني. واذا بدنا نحكي ماديا، كيف عم تقدروا تستفيدوا من هذا التطبيق، من هذا المشروع؟ نحن بنستفيد من كل الطلبيات اللي بيجوا على ايت كلين، ناخذ برسنتج كوميشن على كل طلب. بس من البرسنتج كوميشن اللي نحن بناخذها الزبون ما بيحس فيها، لانه بيكون نفس السعر الموجود على الويب سايت تبعنا مثل ما بيكون بالمطعم نفسه. سو وقت يفوت على الويب سايت، فهون بيفوت الشخص على الويب سايت eatcleanme.com. فينا بعدين نحط اللوكيشن هون، مثلا نحط GLT. في الشخص يدور على التايب اوف فود، اذا عم بيدوروا على بولز، تشيكن، مينز، ديزرتس، فينا نحط بولز هلا. بعدين نيوتريشنال بريفرنس حسب اللي عم بيدور عليه الشخص، dairy free، gluten free، high protein، low calorie. هلا بنحط high protein وبنعمل search هون. هلا بتبين لنا كل البولز الهاي بروتين الموجودة على الويب سايت. كمان بنحط الكالوريز، بروتين، كاربز اند فات تبع الايتيمز كرمال الاشخاص يعرفوا شو عم يطلبوا وشو عم ياكلوا. فهون الشخص في وقت اذا نقى هيدا السلطه دغري بيحط على الاوردر. نعم، بيحط على الاوردر ناو، وبعدين فيهم يحطوا اي سبيشال انستراكشنز. فمثلا فيهم يشيلوا نو انيونز، اوكي، بيزيد على الكارت، وفيهم يروحوا على تشيك اوت، جو تو تشيك اوت، وهون بيتأكدوا انه طلبهم مزبوط. اذا بدهم يزيدوا كومنت فيهم يزيدوا كومنت هون كمان. وي بروسيد تو تشيك اوت. هون بنحط اللوكيشن تبعنا ويبين لهم الدليفري في والبيمنت ميثود، فيهم يدفعوا اونلاين او كاش اون دليفري، اند ذن ذي جست بليس ذا اوردر. اوكي. طب ايت كلين بلشت بدبي صح؟ ليش دبي؟ اكيد حاليا دبي عم تزدهر بالعالم كله، وهلأ عم نحس انه عم تتطور دبي بطريقة انه الناس عم يتعلموا اكتر عن الاكل الصحي. فاكيد هيدا الوقت المناسب انه لقطنا الماركت لمن هي بس مبلشة.
إذا بدنا نحكي عن أكثر التحديات اللي واجهتوها أنت وشريكتك خلال هيدا الرحلة، شو فيك تخبرنا؟ أكبر تحدي لإلي ولشريكتي ألسي هو لما كان وقت نترك شغلنا الثابت ونبلش شركتنا الخاصة لإلنا. فكرة إنه إذا رح تنجح ولا مش رح تنجح هو أكيد تحدي بحد ذاته. إذا بدنا نطلع مستقبلياً، كيف بتشوفوا إيت كلين من هلأ لسنة، لخمس سنين أو لعشر سنين خلينا نقول؟ نحن هلأ صلنا سنة تقريباً عم نشتغل، وفي كتير تقبل من العالم وحسين أنه في أكيد أمل تكبر إيت كلين، وبدنا نضم إشياء كتير بتضم الحياة الصحية، فبدنا يكون موقعنا هو الموقع الأساسي للحياة الصحية، وبعد خمس سنين أو عشر سنين إن شاء الله فينا نساعد ناس بجميع أنحاء العالم. بس إذا بدك تنصح الأشخاص اللي عم بيفكروا ببدء بمشروعنا الخاص مثل ما أنت وقلت شريكتك فكرته وبلشته، بس في أشخاص بعدهم ما بلشوا يمكن يكون عندهم خوف، فشو بتنصحهم؟ نحن بننصح الأشخاص إنه أول شيء ما يخافوا ياخدوا الأول خطوة كرمال يبلشوا ومعقول يعملوا شيء يغير العالم. ومثل ما اشتغلت فكرتكم، كيف توصف لنجاحك؟ فالنجاح هي مش لحظة واحدة منحس فيها، من وقت اللي تركنا شغلنا لبلشنا الويب سايت لجتنا أول أوردر، فهي بتضل يعني منحس فيها يومياً. أهم شيء الصحة، والصحة ما بتنشر بفلوس، إنما فينا نتحكم فيها من خلال طعم التمنة. إيت كلين تطبيق بيعرض علينا موائد أكل إلكترونية عبر الإنترنت، بتصنف الأكل بأهين وأشهى الطرق، وبتخلي طعم التمنة صحية من خلال أكلنا الصحي. في أطيب من فنجان القهوة تبدأ نهارك فيه؟ وياما في عالم ما بيعرفوا يبلشوا نهارهم من دون فنجان قهوة. ما هي كل قصة حب بتبدأ بعزيمة على فنجان قهوة، وكل ما كانت القهوة طيبة كل ما كان اللقاء الأول ناجح. سيبي برنامج بيعطينا فكرة ونصيحة وعنوان لأطيب قهوة قريبة منا وين ما كنا. لو تعرفنا أكثر عن حالك. زهير فتح الله، أنا أسست شركة سيبي مع صاحبي رافي دكرانيان، وأنا بركز على تطوير الشركة وهو بركز على التسويق الإلكتروني. شو الفكرة وراء تأسيس شركة؟ الفكرة إنه بدنا نخلق مجتمع محلي للقهوة المختصة لمحبين القهوة اللي عم فتشوا على تجارب فريدة من نوعها وبدهم يوفروا بنفس الوقت. بما أنه صار عندك خبرة شوي بمجال القهوة، شو الفرق بين القهوة المختصة والقهوة العادية؟ الفرق واضح. القهوة العادية مهمة الشركات اللي بتبيع القهوة العادية انه يعبوا الطلب، اما اللي عم يبيع القهوة المختصة العناية كلها باختيار القهوة من الاصل من اي مزرعة وبعدين تحضيرها وتحميصها، وبهالطريقة بتشوف الفرق. مثل ما قلت النكهة بتكون اغنى والعيوب اللي بالقهوة بتكون اقل. طب زهير، هل في شروط للي بدهم يعرضوا منتجاتهم عندكم، خاصة انه انتم لازم يكون عندكم مصداقية تيثق فيكم الزبون؟ طبعا احنا بنشوف العناية اللي هن بيحطوا بطريقة تحضير القهوة والاختيار القهوة اللي بالاصل، فهيدي كلها اشياء نحن بنركز عليها مشان نقرر. ومثل ما قلت الاخصائيين الاستشاريين هن بيقولوا لنا اذا هول فينا نعتبرهم من ضمن المجتمع القهوة المختصة. هل أنت بتعرضوا القهوة المميزة تبع كل مطعم، وشو الفرق بينه وبين القهوة العادية؟ كل مطعم لهم أسلوبهم لتحضير القهوة، وبنفس الوقت هن بيختاروا قهوتهم، وكل مرة القهوة بتجي من مزرعة معينة، فلكل محل
ميزة إنه شو نكهة الشهر أو نكهة الأسبوع أو نكهة لليوم. فهيدا اللي بتجر الزبون المحبين القهوة ليروحوا لمطعم معين عن التاني. زهر، كيف بيستفيدوا المطاعم إذا قرروا الاشتراك بهيدا البرنامج؟ هن كل محل له تقريباً 150 ل200 شخص زباين يعني. نحن عم نجرب نكبر لهم السوق لأنه في أكثر من محل بيبيعوا نفس الشيء، فعم نربط زباين محلات التانية المحلية ليكتشفوا محلهم هن كمان. زهر، فرجيني كيف تشتغل هالأبليكيشن على التليفون. بس تنزل الأب بيطلع لك قهوة ببلاش، فهيدي الميزة اللي بتخليك تجربي الأب. أول ما تفتحيها بيطلع لك قائمة المحلات اللي أقرب شيء لتليفونك، وحتى إذا بتشوفي هيدي الكبسة هون إذا بتكبسيها بتفرجيك كل المحلات اللي قراب عليك مثلا، فهون في هيدا المحل قريب لإليك بتكبسي عليه ورأسا بيطلع لك المنيو. هلا إذا بدك نرجع لأطيب قهوة اللي بالنسبة لإلي في هيدا المحل اسمه ستامبينغ، منه كثير بعيد، خلينا نروح عليه. يلا. اوكي، اول شيء قد ايه بعيد؟ وفينا ناخذ الدايركشنز دايركت؟ فعلا، اذا بتكبسي هيدا الزر هيدا بيفتح جوجل مابس وراسا بيدلك للمحل. بدك تشوفي شو عندهم بالمنيو، بتكبسي هون على المنيو وبيطلع لك ليست، قائمه السبيشاليتي اللي حكينا عنها قبل ام كل المنيو تبعهم. اللي بيبيع قهوه مختصه ما بيبيع قهوه عاديه، فاجمالا ما عندنا هالمشكله. اوكي، فقولي انا بحب الايروبريس، بكبس على ريديم. اوكي، كبست هالزر وبعدين بيطلبوا مني الرمز السري. هيدا الرمز السري بيكون مع الكاشير والباريستا، فانا بعطيه التليفون برجيه، ما بياخده من ايده، بس هو بيلقي نظره وبيشوف، بيحط الكود. هلا نحن حاطين رمز سري بسيط، عرفنا ايه، وهيدي هي هيدا خلص. بتوصل الايميل للكوفي شوب المحل انه هن انه حدا اشترى القهوه من عنا، ومن بعدها شو بصير؟ بتكبسي دان وخلصت العملية. هلا هيدي من ناحية أول تجربة، جربتي وعجبتك هيدي كوفي فور فري. بالضبط، هيدي البلاش. تاني مرة بتفوتي على هيدا الزر وبيبين عندك إنه ما عندك أكتف بلان. حتى لو جربتي تفوتي تعملي ريديم تشتري قهوة حيقولوا لك إنه ما عندك بلان، لازم تشتري باقة. اوكي، بس في عدة باقات ام؟ نعم، في عدة باقات وهلا بفرجيك اياهم. بس توصلي لهالمرحلة بتكبسي هيدا الزر وبيطلع لك انه باي ا بلان. اوكي، بتكبسي على الزر وبيطلع لك عدة باقات. نحن حاطين ثلاث انواع حاليا، ذا سوشيال، كاجوال كابر واول ان. طبعا مثل ما بتشوفي اذا حطيتي 95 درهم بيطلع لك 100 درهم، إذا بتحطي 260 بيطلع لك 275 رصيد زيادة، فإذا حطيتي 500 درهم بيطلع لك 25 درهم زيادة. يعني على طول في استفادة. طبعا. هلا مش يعني إذا 500 يعني أنا عم بربح 25 زيادة. نعم. صح؟ وأوريدي طلع لي كاب فور فري، يعني أوريدي أنا ربحانة بكل ال. ومثل ما قلت يعني كونك معنا بنكون ضلنا عم نعزمكم على هدايا حصرية. دائما اذا في شيء جديد، اذا عندنا سبب، اذا عيد ميلادك بنعطيك فري كوب. لازم اشترك هلا. ايه اكيد. بضلوا عندك الافيلابيلتي انه انت تقدر الاوبشن انه انت تقدر تلاقي الكافيز اللي حواليك لو ما اشتركت بباقه. نعم، هي هيدي الميزه الحلوه فيها انه بتضلها ببلاش، واذا بدك تعزم رفيقتك او رفيقك بيطلع لك كمان بونس. يعني كل ما اعزم حدا كل ما تعزم حدا بيطلع لي انا بيطلع لك 10 دراهم وهن بيطلع لنا 10 دراهم. والله حلو. كيف بتشوف الشركه بعد سنه من هلا او 5 سنين او لنقول 10 سنين؟ هلا اول سنه بدنا نركز على الاب، اكيد بدنا نسجل كل المحلات اللي بيبيعوا قهوه مختصه وبدنا نخلق المجتمع. بس نخلق المجتمع بدنا الناس يعرفوا مين نحن. لحديد اليوم كم عدد القهاوي اللي صاروا متعاونين معكم؟ حاليا في 10 متعاونين معنا، والهدف بعد شهرين نسجل بعد 30، وبنهاية السنة إن شاء الله بيكون عنا تقريباً 100. نحن موجودين هلأ بN5، هيدا المكان شو قدم لكم لحتى يساعدكم بمجالكم ولحتى يدعمكم؟ N5 عطتنا تسهيلات كتير بتساعد لشركات صغيرة خاصة بدبي. الأسعار غالية لتأسيس الشركة مثلاً، صار عنا شبكة شركات ستارت اب، كلنا عم نشتغل مع بعض، عم نتعرف على بعض وعم نساعد بعض. Thank you زهير و good luck. مرسي كتير.
فنجان القهوة صديق كتار، بيرافقنا بمشاريعنا وشاهد على أحاديثنا. سي بي بيساعدنا على إيجاد أقرب عنوان لأطيب فنجان.